الارشاد القناه طالعه، وبعد كده قالوا في حاجات مخازن بتاعت الجمارك، وجت المطاف على طول نص ساعه. هي الساعه كام؟ كانت الساعه كام؟ الساعه 11:30. المطاف جاب بعديها قد ايه؟ في اصابات؟ في حد اتضر؟ مش اي حاجه. احنا شوف الصبح كده احنا جايين وشغالين، جينا دخانه طالعه بقى من ورا هنا كده، وانا الكشك ورا منه على طول، الكشك في الجمرك في الدور على طول. فجاه جينا طلعنا بقى بلغنا الاسم ده بقى اتصل على طول على المطاف، المطاف جه في ساعتها. الحلقه دي من امتى؟ من الساعه كام؟ من الساعه 11:30. هو في موظفين جوه، وبعدين طلعت دخنه، اما طلعت الدخان راح اتصل بالمطاف. الدخان ده طلع الساعه كام؟ ده حوالي الساعه 10. والمطاف جت بقى قد ايه؟ جت 10 دقايق، ما كملتش 10 دقايق. الحلقه شكلها كبيره؟ لا ده في المخازن جوه يا ابني. جوه في مخازن اصلا. انا ولا نتي.